السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. مثل ما تلاحظون أول ما شاء الله السيارة ظهر عندي هذا الإطار، معناتها أن الحساس عاطل وليس انخفاض، لأن لو كان انخفاض عندي كان عندك البي اس اي قرار لفترة رقم معين جوا 30، فهنا السبب الرئيسي أنه الحساس عطل. سيارتي هافال اتش 6 الجيل الثاني 2019، صار لها 3 سنوات، ف خابرت يقول لك 3 سنوات هابيلة تستهلك عندك البطارية الداخلية بالنسبة إلى الحساسات اللي يطيك. اتصلت في الشركة صار تقريبا 2 شهر إلى الآن ما وفروا لي إياها، يا بش وقت إحنا نتصل بيك. فآخر شيء اتجهت إلى البيجات، بالنسبة إلى البيج جبت هذا الحساس، لاحظ هنا هذا هو الحساس اللي جبته، أخذته من زت اف، هذا هو الحساس راح اشد هذا الاطار. بالنسبه لعمل التركيب هسه حروح للبنشرشي واسده، المفروض انه ما يحتاج نهائيا اي برمجه. المفروض هسه الان راح اروح على مود اربط الحساس، هسه راح اروح اني البنشرشي حتى اربط الحساس بالتاير، المفروض انه ما يحتاج اي برمجه. بالنسبه الى الحساس لاحظ هذا هو الحساس، تقدر تبدله هو القصوى كاملة او تبدل بس الحساس باستخدام انانكي، انانكي صغير بشكل نجمة، هذا الانانكي نفس الانانكي البلايات، فاني قررت ابدل بس الحساس، القصوى ما ابدلها. ثاني موجود بالبنشرشي ان شاء الله راح ابدل فقط الحساس. حقيقة مشيت بيها الى الان ما تبرمج بعدها. الان هذا تكملة الفيديو، صار اسبوع طبعا من صورت التصوير قبل شويه وهسه صارت الان تحديثات كثيره. اول شيء المهم خلصت من مشكله الحساس، خلينا نشوف لكم الحساس. يا الله لاحظ هسه الحساسات اشتغلت كلها تمام، السياره الان خلاص احكي لكم. طبعا برمجت السيارة بالشركة بعد ما اشتريت الحساس، الا برمجة يلا يشتغل الحساس تمام، ورجعت للبيت اثناء طريق بيت يعني بعد تقريبا 15 كيلو او 20 كيلو رجع وقف الحساس. زين الحساس جديد برمجة من الشركة، ليش وقف؟ معقول الحساس بيه مشكلة؟ انا اشتريته من صفحة زيت اف، ولكن للاخ المهندس زيت انا اعرف بيه امين مواده مضبوطة، فقلت خل انتظر، لان نفس اليوم اني اشتريت تخم اطارات او تايرات كامله اربعتهن حتى اشدهن، فمتفق ويا التاجر ومطي فلوس فقط العصريه او مغربيه امر له حتى يشد لي، قلت خليه يفتح التايرات او الاطارات الرنجات واشوف الحساسات شنو مشكلتهن، لان ما معقوله. فرحت واشتريت هاي الاطارات بغض النظر عن النوعيه، هاي احسن نوعيه صينيه اشتريتها، سعرها الزوج 120 دولار كلها مضبوطه ما عندي اي مشكله بها، حتى صنع حسنه اذا تلاحظ من الصنع مالته، ياته 2022 اسبوع 17 ما عندي اي مشكله، ولكن فقط التمبرتشر هنا بي وليس اي، لا باس بي هو الافضل اي، ولكن هنا عندك بي ماشي اموره. التمبرتشر هنا اشاره البي مالته يتحمل سرعه حد ال 250 كيلو متر كسرعه قصوى، هاي هنا تمبرتشر بي وليس اي، لكن لا باس. الان خل اتكلم معكم بصراحه شنو الحل بالنسبه الى حساسات الهافال الجيل الثاني، شنو المشكله؟ كثير من الاخوه اللي يشترون من هاي السياره عانوا من مشكله الحساسات، تشتغل تطفى فجاه، فهذا هو الحل. خل احكي لكم اللي صار معي. سياره قبل 3 أشهر أو 4 أشهر صار عرض من شركه هافال نهج العراق، المهم وديت السيارة كان عرض الصيانة فحص شامل للمركبة مع تبديل دهن وفلاتر وخصم 50 دولار، فوديتها شيكوا السيارة قبل ما تدخل، السيارة ما بها أي مشكلة عندي، دخلت سووا الصيانة كاملة والفحص الشامل، جدا أسلمها حساسات الإطارات عندي 3 ما اشتغلت، قلت له أنا سلمت لك إياها السيارة دخلت ما عندي مشكلة بالإطارات نهائيا، والتوقيع مال الدخول مال السيارة ما بها مشكلة، شق صار؟ بقى صافر ابو الصيانه قال رجع دخلوها، دخلوا السياره ورا ساعه طلعوا لي السياره اطار عندي ما يشتغلن حساسات واقفه، قلت له شنو المشكله؟ قال هاي اكو بيها مشكله بالجيل الثاني، فراح نخاطب الصين
ونشوف شنو المشكله ونحل لك اياها، كلها على حساب الشركه. الاخ قال امانه، قلت له خاف صدق حساسات ضربته، قال حتى اذا الحساسات نبدلها احنا على حسابنا. قلت له اوكي. شهر شهرين ثلاثة اشهر نفس الشيء. بعدين انا مليت، واحد عندي صار يشتغل بس ما يعطي قراءه مضبوطه، والثاني وقف اللي شفتوه بدايه الفيديو. فاشتريت من صفحه زد اف المهندس زيد، اشتريت حساس ورحت برمجته، اشتغل عندي بنص الطريق من رجعت اني طفه نفس الشيء. فاني مثل ما بينت كنت شاري اربع اطارات لازم ابدلهن، قلت قبل ما اقل اروح اشوف شنو المشكله. فتحت الاطارات يم البنشر، شي لاحظت الاطارين اللي واحد عندي يشكل والثاني اللي ما يقرا نهائيا، كان الحساس مشدود بالمعكوس. الحساس هذا هو الحساس، هذا حساس هو الهافال، جدا صغير حجمه هذا الحساس نانا، حجمه جدا صغير، فهو مشدود يشد هالاتجاه مشدود بهالاتجاه. فالحساس اذا ما كان مشدود بصوره صحيحه ما راح يعطيك قراءه مضبوطه، هذا ما كان مشدود بصوره صحيحه، واذا كان مقلوب فراح يقرا ما يقرا عندك نهائيا. فاللي صار كالتالي، هذا هو الاطار وهذا هو الحساس، تلاحظ هنا المفروض يربط هيج هالاتجاه، هذا لازم هاي الجهه عندك هنا ملامسه للرنج او الاطار بهالاتجاه، واضح؟ صار عندك انت هنا الاطار انا شار عليه هنا عندك، شوف هاي الصمونات هاي ما ينفتحن الا بسبانه خاصه وياهن. فالظاهر من الشركه فحص او تشيك عام للسياره من فره، وهذا دي يفتحوه بالقوه، افتر عندك الولف هذا حط صورة مجدود، شو تحت هنا هالصورة مجدود، من حاولوا يفتحوه حتى يضغطون الهواء ويقيسوه، من افتر افتر بهالاتجاه، شوف صار بهالاتجاه طولاني هنا. اشوف الاطار اوضح، الحساس مفروض مربوط بهالاتجاه تلاحظ هنا، فمن حاولوا يفتحون الولف حتى يضغطون الهواء وتشيكوا افتر بهالاتجاه، صار القراءة مالته ضعيفة او ما تعطي قراءة صحيحة. الاطار بالامام صار بهالاتجاه، شوف مقلوب، صار عندك هنا مقلوب، لان هو المفروض من جوا يربط بهالاتجاه، فصار عندك مقلوب بهالاتجاه، من صار مقلوب فقد الاتصال مع كمبيوتر السيارة. فاغلب الحساسات حتى هذا اللي بدلته اني اشك انه هو عاطل، اشك انه هو شغال، ولكن لقيته مقلوب ها، فمن بدلته ما شكت، ما كنت اعرف اني هيك شيء، لان كنت ما مفتوح الاطار كامل عند البنشرتي. فمن بدلت الاطارات المقلوبات عدلتهن، اشتغل الحساسات بقراءتها مباشره بصوره دقيقه. فهذا هو الحل لمشكله الحساسات، من تضغط الهواء تقصبه هنا والحساس صغير، فهو قابل للدوران، مو مثل حساسات السيارات الكورية وكذلك السيارات اليابانية، الحساس يكون حجمه كبير غير قابل للدوران، ولكن السيارات الصينية خاصة هافال حساس صغير، فهو قابل للدوران، فهو هذا السبب. وكان هذا فيديو اليوم، لا تنسى من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك وفعل جرس التنبيهات. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار اكتبه تحت في التعليقات وسأرد عليه بأقرب فرصة ممكنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.